السلام عليكم خويا. والحراره شكرا بزاف على السؤال الوجيه ديالك، حيت كنشوف انه السبب اللي كيخلي نسب الطلاق ارتفعت في هذه الايام ديالنا ديال دابا هو انه ما كاينش واحد تاني في الاختيار ديال شريك الحياه، لانه ما يمكنش ندويو على حياه سعيده بدون شريك. حياه سعيده كتعني انه معنا واحد الشريك اللي كيساندنا. بالنسبه ليا السبب الاول والوجيه في هذا النسبه هذه اللي مرتفعه في هذه الايام هذه هو انه ما كاينش تاني في الاختيار. المعايير، حتى المعايير التي كيتم اختيار زعما عن طريقها الشريك ديال الحياه، هو معايير اللي ليست بعيدة المدى نهائيا، معايير عندها واحد المدة الصلاحية ممكن انها تنتهي. بحال مثلا ممكن شي واحد انه غير تعجبو شي بنت فيزيكمون ويتغرى وصافي هذه هي البارتنير ديالي. نو، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيوقعوا زعما وسط الحيطان. كاين جوهر، كاين شي حوايج اللي فريمون ماشي ديغابل نهائيا، واللي خصنا نتأناو في الاختيار ديالهم. انا بالنسبه لي كيبان لي هي تقريبا الاغلبيه ديالهم هو العنف، هذا هو اللي كيكون سبب رئيسي في انفصال الزوج عن الزوجه ديالو بالنسبه لوجهه النظر ديالي انا. بالنسبه لي انا قلة التفاهم، يعني ما كيكونش غير العنف من طرف الزوج صافي، يعني ماشي غير راجل اللي عنده المشكل، بعض المرات حتى الزوجه يعني ما كاين ما كتقدش على المنزل ديالها. بعد على حساب انا اللي كنعرف اكثر كيتزوج كيطلقوا غير على حساب ما كيتفاهموش، ربما حيت ما كانوش كيعرفوا بعضياتهم قبل، وربما على المصاريف، يعني شي اسباب بحال ماك كنظن شي حاجه بحال ماك. واش غنقول لك، هو كاين بزاف ديال الاسباب. اولهم ان مفهوم الزواج عند يعني الشباب اختلف من يعني على شحال هادي. الصبر ما بقاش، يعني الصبر نفد عند يعني عند الجنسين، لا الولد لا البنات. وكيف قلت لك يعني كثر السبب لان اصل المفهوم ولا باز ديال الزواج ما مفهوماش. يعني الواحد كيتزوج لاعتبارات، يعني انه مثلا السن، انه فاتو السن، كيتبازا مثلا على انه سيختو البنات. انا صاحبتي مثلا صاحبتي تزوجات الوغ خصني نتزوج، لان فاش غادي كل واحد فينا غيفهم مفهوم الزواج، المسؤوليه الزواج، الواجبات والحقوق اللي كيكون عند كل شخص قبل ما يتزوج، يعني كنظن انه غادي تقلل نسبه الطلاق. وثانيا كنعتقد انا في معتقدي الخاص هو انه الصبر قلال وتا لا كومونيكاسيون، فاش لو كوبل اي كومونيك با دونك هنا كيوقعوا مشاكل كبيره. يعني فاش يكون ان بروبليم ا مون افي، يعني ان كوبل اي بو زعما اي بو انه يناقش الموضوع سور لو شان، اي بو ريغلي لو بروبليم سور لو شان، وهذا كييفيتي دوك لي كومون اللي كيوقفوا او التراكمات اللي كيوقعوا بين لي كوبل. هناك كذلك اسباب اللي وسط الدار ديالنا، واللي هو هاد الاسباب هادي هما مشاكل اللي السبب ديالها وقع قبل الزواج. يعني في الفتره ديال التعارف كل واحد فيهم كيحاول يلبس واحد القناع اللي ماشي ديالو. يعني الانسان اهم حاجه هو انه كون غير انت، الا كنت انت فما غاديش تكون واحد الصدمه من بعد الزواج. يعني ما غاديش تصدم فيك نهائيا البارتنير ديالك، كنت ولا تمثل في العلاقه رجاء. على حسب الأجواج اللي كانوا متفاهمين، شوف الطريقه كيفاش تلاقاو. يقدر هي كتقول له هضره هو كيقدر يقول لها هضره. بحال الاول كتقول له انا نقدر نصبر معاك حتى نبنيو حياتنا بجوج، فاش كتجرب كتقدر ما تبقاش قاده على المسؤوليه وبزاف الحوايج. وحتى هو يقدر يكون كاذب عليها، يقول لها انا خدام ولا انا عندي وانا ما عنديش، هو ما عنده والو باقي يلاه بادي تحت الزيرو كاع. وهو ما فاش كتشوف هذيك العيشه ما كتقدرش عليها ثاني. وثاني السبب ثاني يقدر تكون خيانه، يقدر هما ما يقدروش ما يكونوا خانه ولا هي خانته في هذا الوقت اللي ولينا كنسمعوا حنا بزاف الحوايج خايبين. على حسب. انا كنقول نسبه الطلاق الاول ان الماده، الحاله الماديه ما كتقدرش البنت تصبر وهو ما كيقدرش يصبر، هذا اللي ما كنظن يقدر يكون سبب حتى هو مقنع. ممكن ضروري غادي يكون يا اما من الناحيه الجنسيه، يا اما من الناحيه يعني ما كاينش هذيك التفاهم في الهضره، ما كيتفاهموش، ما كيعرفوش كيفاش يهضروا. ابار يعني ماشي غير العنف الجسدي، حتى العنف اللفظي حتى هو كيكون، القميع، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. على حساب الا كان داك الانسان يعني متفاهم انا وياه علاش غادي نتردد؟ ما كاينش. علاش انا عندي نفس الفكره،
يعني خاصنا نكونوا فاهمين وصافي. صراحة كنشوف أنه الزواج هو مسؤولية، خاصو واحد نسبة من النضج باش أننا ندخلو في علاقة هادي، ماشي غير عاوتاني بغيتها وبغاتني وصافي. كاينة حياة أخرى من وراء الزواج، كاينة مسؤولية. واش هذاك لا بيغسون اللي هو ناض تزوج واش هو مهيأ واش كف باش أنه يطلع لينا أجيال اللي غادي تزيد بالقدام بلادنا؟ لأنه باش تكونوا زوجين راه ماشي غير بجوج بكم عايشين مع بعضياتكم، لكن نتوما آباء مستقبليين، أمهات مستقبليين. إذا السؤال هو واش أنت أم مستقبلية؟ واش أنت أب مستقبلي كف وقادر باش أنك تطلع لينا أجيال اللي غيزيدونا بهاد البلاد القدام؟ قلت لك بزاف الأسباب، يعني الأسباب متعددة، منها كيف ذكرتي ممكن أسباب جنسية، لأن يعني هذا الطابو بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية كاين بزاف المشاكل المسكوت عنها، منها مثلا ضعف الجنسي، ممكن أكيد، لأن ما عندناش ثقافة جنسية هذه أولا، ما عندناش ثقافة الحوار هذه ثانيا، وكيف قلت لك العنف أكيد، المعنفات، يعني أنا ما عنديش إحصائيات ولكن المعنفات يعني واحد نسبة طالعة عندنا في المعنفات وظاهرة، يعني حتى هي مسكوت عليها. بزاف الأسباب أنا في نظري، ممكن عدم الصبر، عدم الحوار، المظاهر، لأن كنتبعوا المظاهر، ما كنتزوجوش لأننا أون تخوفي لا بون بيغسون، كنتزوجوا لأننا فاتنا التران، يعني عندنا واحد الخلفيات في المجتمع للأسف مغلوطة. خاص كل واحد يحاول يخدم على راسو، يخدم على معتقداته، يخدم على قيمه، والزواج كيبقى ماشي محطة، يعني ماشي إنجاز، فوفيي دونك ماشي إنجاز، هو واحد كما تيقولوا شر لابد منه، ولكن غير تبازاو على المفاهيم الصحيحه للزواج باش نتفاداو. انا قلت لك باش نتفاداو الطلاق، ولا الانسان عاود خدم على 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 بزاف، يعني بزاف الحاجات، منهم انا قلت لك الحوار، يعني الحوار كيحل حتى الضعف الجنسي، ممكن يتحل بالحوار، العنف ممكن يتحل بالحوار، واخا العنف لا يقبل ولا يعني سي كيلكو شوز انكسبتابل، ولكن ممكن، يعني انا في نظري هذو هما الاسباب، والاسباب كتبقى كثيره ومتعدده. انا كنوافق صديقه ديالي في الراي ديالها، زعما الله يعطيها الصحه. هذه الهضره نيت لك واش غادي نقول، كيف ما قلت لك اللي كيتزوج صغير، كاينين الوالدين اللي كيبزوا عليهم، يعني وضروري خصك تزوجي حيت وصلتي واحد السن، ولا بدا تزوجي واخا تكون البنت ما كتعرفش الولد، واخا ما عرفتش شنو، واخا البنت مثلا كتعرف واحد اخر تيبزو لها لا تزوجي بهذا خدام وهذا عنده الدار وهذا كذا، ولكن ملي كتعيش معاه في بلاصه وحده وتحت سقف واحد كيف ما كنقولوا، راه كيبان الواقع، كتبان هي على حقيقته وهو كيبان على حقيقته، في الاخر كيلقاو راسهم مطلقين. سبب ارتفاع الطلاق، اولا اريد ان اعلم هل الذين يتزوجون خاصه في المغرب العميق حيث لا ليس اللوجه، هل يوثقون زواجهم وميلاد ابنائهم وطلاقهم؟ لا، يعيشون على الفطره، يتزوجون ويتناسلون بطرق بدائيه، اين التوثيق؟ با انا ليفغي دو فاميل انجزه قبل الاستقلال، انه كان انسانا واعيا، اين توثيق الحياة الزوجية وميلاد الأطفال والبنات والميراث؟ لا وجود الاعتبار، فمن ثم هؤلاء الناس يعتبرون أن دخولهم للزواج ونوع من الاستمتاع والمزحة والنشاط، ولا أسس. لذلك الطوفان من البشر لا هوية له، لا لغة له، لا قوام شخصية له، هائم سائب بسبب هذه النوعيات من الزيجات. الاستاذ مصطفى النيري كاتب عربي. ما عرفتش بزاف اش نقول لك، ما فاهمينش، هو شويه هبيل مسطي، ما يكون من المراه ولا من الراجل، فهمتي؟ نورمالمون يكون من المراه ولا من الراجل، فهمت؟ المراه كتكون عايشه مزيان وداك الشيء، ولكن ما حامداش، وكاين ثاني الراجل حتى هو اصلا ديك خصها تجوز باق، تجوز اليوم غدا تطلق باق، فهمتش؟ حيت اصلا باقي ما كاينش معامل. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.